خروجنا من طاشكنت جايب ستول على البيت العاصمة طبعا. خذينا هذا التاكسي 25 درهم. يا مرحبا وسهلا حياكم الله جميعا في مطعم شرشرة في سمرقند او طاشقند انا اسف في اوزبكستان. طبعا اتجول في احياهم طرقهم الامان مستتب. تشوف الناس في مطاعم بالطريقة هذه ارخص واحسن. وتشوفون الكاميرات مزرعة بالشوارع كلها كاميرات. يقول نسبة الامان عالية جدا ما شاء الله المكان. طبعا جينا لأحد المطاعم الموجودة في طاشقند. طبعا هالمطاعم تركية. أنا حبيت إني أضرب لأكل تركي. شوف الأسعار الموجودة عندهم والأكلات بالصورة. بس أنت اختار هم يوفرون لك الأكل اللي تبغاه. شيء يخيل. تعال شوفوا اللحم بس. في لحمة وهذا المحل في جلسات خارجية مكان حق الأطفال. طبعا هذا المطعم وفي جلسات مثل ما تشوفون خارجية وداخلية بس بسبة البرد داخلية أو لا. طبعا المنطقة هذه تشوفون الحين قدامكم جديدة فيها تطوير للمنطقة حياكم الله. طبعا تعتبر من الأماكن التاريخية الإسلامية اللي عندهم في طاشكان. هذا المسجد يسمونه مسجد الإمام أو مجمع الإمام اللي فيه أبو بكر. يقول لك إنه هو أول من سوى المفاتيح وهو حافظ أكثر من لغات وهو أنا الصراحة ما أعرف أي معلومات عنه غير اللي خبرتكم عنه. وهذا المكان نفس الشيء فيه مصحف عثمان رضي الله عنه. خلنا نشوف هل هو فعلا مصحف عثمان ولا لا. نشوف مع بعض. خضرة طايحة ها بتكم. هذا هو طبعا بعد ما طلوعكم من حضرة الإمام مسوين لكم مبنى بعد ما انتهى مسوين الحضارة أو يتكلم عن الحضارة. نشوف المساحة الثانية حياكم.
طبعا اذا زرتوا اماكن الاتحاد السوفيتي قبل اي دوله من دول احرص انكم تاخذون مثل هالمشروب، شيء خيالي. انا مسافر اوزباكستان حبيبتي، ما مشكلتي انه ما عندي وزن.